الرياضة لها تأثير كبير على الأداء التعليمي للطالب بالمدرسة. الرياضة بتضخ دم وأكسجين أكثر للعقل، وهالشي بيخلي العقل يتنشط ويقوم بوظائفه أحسن ويحسن قدرة الطالب على التركيز بالصف. وأيضاً الرياضة بتساعد على تحسين الذاكرة والتفكير. الأنشطة الرياضية اللي بتناسب الأشخاص تحت عمر 18 سنة هي كرة القدم، كرة السلة، الركض، تمارين بوزن الجسم، ركوب الدراجة، ونط الحبل. الرياضة هي المفتاح لحتى نبني مجتمع أفضل لأولادنا والأجيال القادمة. وتذكروا أن العقل السليم بالجسم السليم.